السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلاب الصف الخامس بدرس جديد من دروس التركشي. معكم الآن صفا. بدرسنا لليوم إن شاء الله رح نتابع مع الدرس الأول من دروس الوحدي الخامسي. عنوان درسنا كان تشوك باتشينديكي بيكتشي، يعني المقصود فيه الحارس الذي في حديقة الطفل، تمام، أو في حديقة الأطفال. حكينا طبعا بدرسنا الماضي عن هي القصة صارت مع الولد، كيف كان يتضايق من الحارس وبعدين صار سعيد من وجوده، بيحس بالأمان بوجوده، كيف إني بفضل الحارس تم إنقاذ الولد من يد هدول الولدين الكبار بالسن، وأيضا اللي فينا نقول هنين غير مؤدبين. هلا منشوف بالنشاط الثاني عم يقولولنا اكدونوز ميتيندي انلامنا بالمدينيز كلميليري بليلينز، يعني حددوا الكلمات يلي انتم ما عرفتوا معناتها في النص يلي قرأتوه، تمام. كلمelerin anlamını metnin bağlamından hareketli tahmin ederek yazınız. عم يقولولنا انيتو معاني هي الكلمات خمنوها يعني او احذروها من خلال استنتاجكم او من خلال ربطة بالنص، يعني احذروا من خلال موقع بالنص اشو معناتها الكلمية اللي انتم ما عرفتوها، تمام. تهمينlerinizin doğruluğunu dedik Türkçe sözlükten kontrol ederek كلمeleri birer cümlede kullanınız. عم يقولون نيتو الشيء اللي حذرتو تأكدوا منه من قاموس التركشي، تأكدوا من صحته. هوني دورو يعني صحيح، دورو لوك يعني الصحة. وغير هيك عم يقولون بعدين كلمeleri birer cümlede kullanınız، والكلمات استخدموهن بالجملة، تمام. أول كلمة ممكن تكون صابت عليكم كلمة بيكتشي اللي هو الحارس. تخميني، تخميني طبعا تخميني حسب انت شو فهمت فيك تكتب، هذا الشيء بيختلف. هوني الحل جم تخميني بيختلف من شخص لشخص. فينا نقول مثلا فهمنا نحن باركلاردا، سوكاكلاردا، جوفينلي، سالمايا، شالشان، ديفليت، جوفينليك، جوريبليسي، يعني هو موظف أمن من الدولة بيعمل على تأمين الأمن أو السلام بالشوارع وفي الحدائق، تمام؟ أما السوزلوك أنلامي اللي هو معنى القاموس، بيكتشي هو جيجيليري بير ألان يدا بلجنين جوينليني سالمك إلي جريبلي أولان كشيدر، يعني هو شخص موظف من أجل تأمين سلامة منطقة، يعني فينا نقول أو سلامة مساحة ما في الليل، تمام. جملة جملتي فينا نقول مثلا بيوينجي بيكتشي أولمك إن بيوك هاليمدي، يعني كان حلمي الأكبر أني أنا أكون بيكتشي يعني موظف أمن بيوينجي لما بكبر. مثلا إهاتا، إهاتا تهمينم هو سنر دوفار يعني حيط الحدود اللي عم بحيط، تمام. هلأ بالسلوك أنلامي ممكن نلاقي تشيفريسين صارما، يعني عم بيحيط عم بيلف محيطه، صارما هو اللف. كشاطما يعني المحاصرة، تمام. تشيفريلمي يعني أيضا الإحاطة أو المحاصرة. جملة إحاطة دوفار صب سالام دور يوردو يريندي، يعني جدار السور فينا نقول أو هذا الجدار يلي المحيط كان عم بيوقف بمكانه بشكل كتير سليم، تمام. دورمك هو الوقوف. أو فينا مثلا نقول أشري يغمر ندنيلين بسبب المطر المفرط أو المطر الغزير. Evin bahçesindeki eski ahata duvarlar yıkıldı. Yani harit hitan el ihata el kadimi, tamam. Hala منشوف كلمة مكتب، tahminim huwi okul el medresi. Tamam, sözlük anlamı معنى القاموس. Okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat belgesi vermeye değen çeşitli derecede toplu öğretiminin
يبلضي فيريلدي يير عم يقولوا لنا هي المكان يلي بيقدموا فيه او يلي بيقوموا فيه بتعليم جماعي تمام تبلو اوريتيم هو التعليم الجماعي يعني بيعلموا مجموعه تمام بدرجه مختلفه بيقوموا فيها باعطاء علوم فنيه صنات بالجسين معلومه فنيه او بلم يعني علوم عم يقولوا لنا بتبدا من التعليم القراءه والكتابه وكيوب يازما اوريتيمندي باشلا يركين يعني بتبدا من انه يتعلموا فيها القراءه والكتابه إن يوكسيك يوزيدي بليم في صنات بلجستيني فيرميديان يعني وبتوصل لحد إنهم يعطوا فيها علوم فني وعلوم أخرى بمستوى عالي جدا يعني المكتب بنسميها ابتداء من المدرسة الابتدائية ولحد خلينا نقول اليوكسيك وخلو تمام المدرسة خلينا نقول الثانوية جملة جملة مثلا مكتبين مكتبين kapıları çok eskimişti. Yani أبواب المدرسة كتير كانت قديمة. Duduk هي الصافرة. Tahminim ses çıkarmaya yarayan bir aletin هي آلة نستفيد منها لا أنه تصدر الصوت. Ses çıkarma إصدار صوت. تمام يرمك الاستفادة. Sözlük anlamı معنى القاموس üflendiği içinden havaya da buhar geçildiği zaman keskin bir ses çıkaran genellikle işaret vermek için kullanılan çoğunlukla madenden yapılmış araç. Abilon annitu safira hiyi ali معظم الاحيان بتكون معموله من المعدن تمام هي تستخدم بشكل عام من أجل إعطاء إشارة يعني مثلا ممكن يصفر لاعب كرة يصفر الحارس أو حكم مثلا الحكم بكرة القدم مثلا بده يعلن إنهاء اللعبة أو يصفر بيعلن إنه بدء اللعبة تمام فإذا هي بشكل عام الصافرة بنستخدمها لإعطاء إشارة تمام وهي عبارة عن آلة عم بيقولوا لنا بتطالع صوت تمام حاد وقت يلي بمر فيه البخار او الهواء من داخله عند النفخ تمام اذا عباره عن آلة مثل ما بنعرف كلها الصافره لما بننفخ فيها بمر بداخله هواء او بخار فهذا الهواء او البخار راح يطالع هذا الصوت والصوت بيستخدموه لحتى يعطوا من خلاله اشاره تمام هاي الصافره اذا قلنا مثلا جمله دودوك sesini duyunca hemen maçın başladığını anladım. Yani ana lamma sma'at sawt safira mubasharatan fahamt innu bad'at al-mubara'a, tamam? Hala tahtiri valley yani hin inna al-itla' wa anzil hay al-la'bi. Tahminim barkalarda iki kişinin kullandığı bir oyun aracı. Yani hi ali lil-la'ib bistakhdamu wa shakhsayn bil-hadiqa aw bil-hada'iq mawjudi. السوزلوك أنلمو معنى القاموس أحيانا الملاحظات بيطولوا ليفتحوا معنى القاموس إكي أجنا برير كشي بنيرك karşılıklı biçimde havada yükselip inerek eğlenmeye yarayan ortasında belli yükseklikte bir desteğe dayalı ve yatay durumda bir tahta kalas olan bir tür oyun aracı. عم يشرحوا لنا عنه انه هي عبارة عن آلة للعب. نوع من آلة اللعب هي عبارة عن لوح بحالة افقية تمام يطاي درمضين هو بيكون بحالة افقية طهطين لوح من الخشب فينا نقول. وبيرتكز على داعم وفي عنا بتكون بارتفاع محدد من الوسط ودستك والدعم يوكسيكليك ارتفاع. عبيلونا ارتصن دبلي يوكسيكليكتي بارتفاع محدد من وسطها. غير هيك إكي أتونا برير كشي بنرك لطرفية لأطراف الاثنين بركب شخص واحد لأطراف الاثنين وبالمقابل يعني بصيغة مقابلة بالهواء رح ترتفع ورح تنزل ومستفاد تستفاد من الانحناء شوفوا كيف يعني هون شخص بيركب وهون شخص بيركب واحد بيطلع واحد بينزل بيستفادوا انه بيحنوا مثل ما بنعرف رجليهم
وبالوسط هي بتكون بارتفاع محدد من وسطها، وعبارة عن لوح خشبي أفقي. هلأ هون جملة من جملتي، يعني باكتاكي تهتري فاليه صريا بويا مشلار، يعني لونوا هدول الاطلع والانزل موجودين بالحديقة باللون الأصفر. هلأ بوتين تهمينيم إسكيدان أيا كابولاري فيريلان، اسم اسم كانوا بيعطوه من القديم لهي الأحذية بوتين. سوزلوك أنظمة معنى القاموس أياك بليني إرتجي كدر أزون أولان أياكابو، يعني هو حذاء طويل لحد أنه رح يغطي فينا نقول كاحل القدم من تحت، تمام؟ أو هي بيلك أيضا بتجي بمعنى معصم اليد، إذا يعني فيكم تقولوا أنه حذاء نوعا ما بيكون ساق طويل. أرتمي هو التغطية. غير هيك بادكلو ويا يان طرفه لاستيكلي أياكابو، أيضا هو عبارة عن حذاء إما بيكون له مطاط من الطرف الجانبي أو بيكون بادكلو ينزو روابط، تمام؟ بادك هي الرباطة، تمام؟ إذا له رباطات. جملة جملتي بوتين لي تشوك اسكي مشتي، يعني هدول الأحذية كتير كانوا قديمين، أو فينا نقول مثلا كتوك تشوك البسي لي نيفي بوتين لي ريني تشكرب دينيزي دورو سيفينج لي كشتو، يعني هذا الطفل الصغير خلع أحذيته يعني حذاءه وخلع الملابس، وأيضا رقد بفرحة باتجاه البحر يعني ليسبح، تمام؟ عندنا مثلا كلمة ممكن ما تكونوا عرفتوا معناها، تنبيه، هو التنبيه. بير شيم بيلي بيتشيم ديفي يول دا يابلماسنا سويلمي بنون أستليريك هطلما أيارو أيارما، عم بيقولون هو أيارما تنبيه، أيارو أيضا تنبيه، هو تذكير. علاوة على ذلك هو تذكير، هو قول إنه يقوموا بشيء بصيغة محددة، أو يعني يقولوا كيف بدهم الطريق يلي راح يقوموا فيه بالشيء، تمام؟ إذا أنا لما بنبه إنه لازم نقوم بهذا الشيء بشكل محدد، لازم إنه ديروا بالكم، لازم هيك تعملوا هيك تعملوا، أول شيء هيك أو بعدين هيك بعدين هيك. إذا أنا عم قلكم تعملوا عمل ما بشكل محدد بصيغة محددة، وانا ايضا عم ذكركم ممكن اني انا عم نبهكم اذا ما عملتوا انتم مثلا رح تتوبخوا، تمام؟ هذا هو التنبيه. فينا نقول مثلا اوريت مينيميت بروجي ديفليرميز زمانندا بيتيرميميز كونوسوندا هبيميز تنبيه لدي، يعني معلمنا نبهنا لكلياتنا بموضوع انهائنا وظائفنا بالمشروع بالوقت المحدد، زمان ضيني بوقتها المحدد. اذا معلمنا نبهنا انه نحنا كلنا لازم ننهي وظائف المشروع بالوقت المحدد. هاي كلمة تنبيه. الاتكنيك التالت عم بيقولوا لنا الشاضا فيريلاند يملير الي anlamlarına metinde yola çıkarak eşleştiriniz. Yani بدنا نوصل هدول الديملير اللي هن عبارة عن أقوال موجودين بالأسفل مع معانيهم من نوصلهم، وهذا الشيء بيقولنا بدنا نستخلصه يعني من النص، معانيهم رح نستخلصه حسب ورده كيف بالنص. كرا كرا دشومك، يعني التفكير بشكل أسود أسود، بس هون المقصود فيه تك أزنتلو أولمك إنه يكون كتير حزين، دشون جيه ضالمك، يعني الغرق بالتفكير، يعني يفكر بعمق، تمام؟ وأيضا التفكير رح يكون عن غالب تفكير حزين. إليندان كورتورمك، هلأ إليندان كورتورمك هو يعني تخلص من إيدي، نجي من إيدي. بيريندان كاتشمايا بشارمك، يعني النجاح بالهرب من أحدهم أو من شخص ما، إنه تنجح بالهرب من شخص ما منقول إيريندان كورتولمك. إدو باطلمك هو انفجار إن المرارة، هو المقصود فيه تشوكوركمك الخوف الشديد، تمام؟ جوزدان كايبولمك إنه يعني اختفى عن العين. أرتضان تكلمك ويا جريميز أولمك، يعني انسحب من الوسط أو صار لا يرى، يعني مثلا شخص ما عدنا نشوفه بعد كتير كتير لدرجة ما عدنا نشوفه، أو مثلا عم نطلع حوالينا ما عم نشوفه، منقول جوزدان كايبولمك يعني ضاع من العين، تمام؟ كامو دومك
يعني المقصود فيها دونك كلامك، وأيضا تشوك شاشرمك، يعني التفاجؤ الكبير. تمام، هلا بيقولولنا بودي يملي برير جملة دي كولانونز، يعني هاي الأقوال استخدموها بجملة. مثلا او ايش نصل يابجغم دي كرا كرا دشونو يوردم، يعني انا هذا العمل يا الله كيف بدي اعمله، انا هيك بلشت فكر، يعني غرقت بالتفكير. بقى بدل ما اقول اني تو غرقت انا بالتفكير وصرت فكر بحزن، فبنكتب كرا كرا دشونو يوردم. تمام، اذا من خلال قول منعبر عن معاني كثيره. هو هذا الديم، الديم انه مثلا كلمتين او ثلاثه بيعبروا لنا مثلا عن جمله، وبيعبروا عن احاسيس متعدده. او صاحنيه جريندي كانوا دونمشتو، انا لما شفت هذاك المشهد كانوا دونمشتو، انه كانوا دونمك هو تشوك شاشرمك. يعني انه انا مثلا لما شفت هذا المشهد كثير تفاجأت. تمام، araba bir süre sonra gözden kaybolmuştu. يعني العربي بعد فترة اختفت عن العيد، يعني ما عدنا نشوفها، خلاص مشيت بالطريق بعدت كتير، ما عادت نشافي. بقى بدل ما نقول انه العربي ما عاد نشوفها بعدت كتير، فبنقول gözden kaybolmuştu، تمام؟ اختفت من العين. مثلا هون كورنا سيسيني دويونجا ادوم كومبوشتو، يعني فينا نقول انفجرت، يعني ودوم ان الاد هي المرارة، انفجرت مرارتي، يعني انا لما سمعت هذا الصوت. ففيني لكم انه هون يعني كتير الخوف الجديد شوك كورك باك. تمام، انون الين دان كيمسي كورتولامازدي، يعني ما حدا ابدا كان فيه يتخلص من بين ايديه، يعني ما حدا كان بينجى من بين ايديه. اذا شخص كتير شرير بنقول ما حدا كان بينجى من بين ايديه. تمام، او معلم احيانا كتير قاسي بنقول ما حدا كان بينجى من بين ايديه. تمام، فاذا من بين ايديه ما حدا كان ممكن انه ينجى. في عندنا مثلا جمل تاني، سيناف ضايتي اللي بواني المينجا كرا كرا دشون ميي باشلدي، يعني انا لما ما اخذت علامات كافيه بالامتحان بلشت اني فكر يعني بحزن وفكر بعمق انه ليش يا ترى انا ما اخذت علامه هيك. فهون الديم عبر لنا كم كلمه، عبرت لنا عن عدد من المعاني. تمام، اذا ديم لار كثير انتم مهمين بالنسبه لكم. كديكو بين اليندان كورتولوب يوكسيك أغاجا بير تشربادا ترماند، القطة كوبين إليندان كورتولوب، يعني تحسني تتخلص حالة من يد الكلب، ويوكسيك أغاجا للشجرة المرتفعة بير تشربادا ترماند، تسلقت بي تشرب هي الصفقة، يعني مجرد مثلا عملنا هيك صفقت بإصبعتك، مجرد هيك صفقت هيك بإصبعتك، يعني مجرد هيك عملت كانت القطة بهي السرعة الفائقة متسلقة على الشجرة. تمام، هذا المقصود فيها. إذا القطة حسني تتخلص من يد الكلب وتسلقت بخلال صفقة على الشجرة العالية. Gecenin karanlığında birden patlayan havayı fişkeler ödüm patlattı. يعني هاي الألعاب النارية اللي انفجرت فجأة في الظلام ليلا فجرت مرارتي، يعني كتير خوفتني. تمام، الهافي فيشكيلير هي الألعاب النارية. Köye giden otobüs gözden kaybolunca o da evinden döndü. Amirun nitu هذا الباص يلي اجا على القرية لما اختفى عن العين، ايضا او دا ايفين دي دوندو هو ايضا رجع من بيته. عم نحكي عن شخص. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim dut ağacının kesildiğini görünce kanım dondu. Yani ana منذ طفولتي تشوك لون دامبيري، منذ طفولتي تشوك لوك هي الطفولي، منذ طفولتي هاي شجرة التوت اللي أنا كتير كنت حبها، لما شفتن إنهن عم يقطعوها، لما شفت إنه عم تنقطع أنا كانم دوندو، إن المقصود فيها يعني تشوك شاشرمك، تفاجأت كتير إني لما شفتن إنهن عم يقطعوا هاي شجرة التوت اللي كنت أنا كتير بحبها منذ طفولتي. تمام، هلا بودي يملي رابيلونا ميتنين انلاتمانا نصل بير كاتكسي فاردر اتشكلاينز، يعني شو مساهمة هدول الأقوال بمعنى النص أو بشرح النص. اتشكلاينز وضحوا شو كان إلون دور. منقول مثلا
Fi aktar min hal fiilen ol mesela deyimler anlatımı daha etkileyici kılmıştır. İnnu hay el akval ja'alet el ma'na mu'assir ekser, tamam. Mesela mesela beden men çok şaşırmak inne mesela inne kan donmak. İzen tecemmüd eddem huve ma'na bil fotun nazar aktar min kelimet el intibah, tamam. Mesela beden men ol korkmak mesela inne ödüm batlamak. İzen hay el ma'na bil fotun nazar aktar min ma'na tani. Fe izen hiye ja'alet el şerh aktar te'sir. Metnin anlaşılmasına kolaylaştırmıştır. Sehalet yani fehem hadan nas. Anlatımı güçlendirmiştir. Kavvet el ma'na. Fiinen ol metni kültürel bir ifade katar yani أضافت فينا نقول إفادة ثقافية للنص إنه حطت هاي الديملير يعني ديملير يعتبروا من الشيء الثقافي باللغة التركية، تمام. فهي هيك بتكون عطت فينا نقول إفادة ثقافية للنص. هلا الاتكنيك الرابع بيقولوا اشادكي سوروları okudunuz metne göre cevaplayınız yani اجيبوا على الاسئله موجوده في الاسفل على حسب النص اللي انتو قراتوه. يزار küçük barkını nasıl bitmelemişti عم يقولوا كيف وصف الكاتب حديقه الطفل كيف وصفها. Menul sokaklarının alt başına küçük bir çocuk barkı yapılmış. Yani hiye ibara an hadiqat tifl amilet hadiqat tifl sagira amilet ala ra's sufle la el şawari. Beyaz badanalı ihata duvarını yani hay fi kan cidar muhat fiye kan lonu abiyad yeni beyaz boyanmış demir parmaklılıklarla çevrelemişler yani ay enha ahatuha ay enhum ahatuha bi en asabi hadidi mulawani bil abiyad mitel ma şerhet lekum bil ders el madi barkın köşesinde üzeri kırmızı kirmitlerle örtülü şirin bir bekçe külübesi da varmış. Abinunna aydan bir zavit el hadika kan mevcud gurfi la el haris ve mugatta bi karmid lon ahmer fawqaha, tamam. Hek vasafu el hadika. Çocuk barkındaki bekçe. Çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız. Amelun hada el haris kan mevcud bi hadiqat el atfal. Çocuklara nasıl davranıyor? Kif kan am yitsarraf tijah el atfal? Bu davranışının yani tasarrufu hada nedeni ne olabilir? Şu mümkün ikun sebep tasarrufu bile ikun, açıklayınız. Vadduhu hada şey. Menul mesela 2'de bir düdük ötürerek çocukların oyun oynamalarına ses ediyormuş. Yani huvi bi finan ul kan mesik bittintin safira rahi safir fiyya ve kan biyati sot la el atfal hinnin ve amil abu la laib el atfal, tamam. Bunun yanında bazen de barktaki çimilleri basmamaları için onları uyarıyormuş. Yani abinun bil izaf ila zalik hu kan aydan am ahyanan binabhun lehdol el atfa la hatta ma yedasu ala el ashab el mevcut fi el hadika chimin innehu el ashab wa basmak hu el das ve uyarmak tembih. İzen kan aydan binabhun hatta ma yedasu ala el ashab el mevcut bil hadika. Bekçi amca ham görevini ham de doğru olanı yapıyor. Hon yani bilun entu braikun hada tasarrufu شو كان سببه ووضحه. فنحن بنقول لهم انه هذا العم الحارس هو كان عم بيقوم بتصرف صحيح وايضا هي هي وظيفته، تمام. Çünkü bark bütün çocukların malıdır. لأن الحديقة هي فينا نقول ملك لكل الأطفال. Onun kötü kullanan karşı korumak gereklidir. وكان ضروري حمايتها ضد الذي يستخدمها بشكل سيء. Yani الحديقة لكل الأطفال واللي بيستخدمها بشكل سيء ضروري إنه نحميه منه، تمام. يلي بيدعس على العشب، يلي بيخرب الألعاب، إذا هذا الشيء ممنوع. لأن ما أنا ملك لا والدك الحديقة ملك لك للأطفال، تمام. Yazar neden bekçinin olmadığı saatlerde barka gitmektedir? Amiluna el katib
Neden bilgçinin olmadığı saatlerde barka gitmektedir? Leş rahal al hadika bi saati li mu mevcut fiyya hadal haris. En kan bin zerj min al haris. Min ul çunku bekçiye görmek istememektedir. Lennu ma kan reyid unnu yuşuf al haris. Bekçinin o oynarken bağırıp çağırmasından mutsuz oluyormuş. Lennu kan am bikun ta'is yani av gir sa'id min sarhat فينا نقول ومن صراخ الحارس هو وعم يلعب تمام. اذا الحارس هو عم يلعب عم يصرخ عليه عم بعيط فهو كان عم بيكون ما مرتاح تمام تعيس من هذا الشيء مو مريحه فانتظر ليروح الحارس ودخل على الحديقه مثل ما شفنا. باكتاكي بيوك تشوكلارن حركتلرني دورو بلويور مسونز. انتم بتشوفوا حركات هدول الاطفال الكبار الموجودين في الحديقه هي صحيحه؟ هاي حالة تصرفاتهم صحيحة ندان ولماذا طبعا خاطئة. هاير دورو بول ميورم لا لا أجدها صحيحة يعني أنا ما بشوف هذا الشيء صحيح. çünkü onların o barka girişleri yasa olmasına rağmen ham geri gelmişler ham de diğer çocukları rahatsız etmişler oyun oynamalarına engel olmuşlardır. Bes sonra nadir yasak lazım nüktüp. İzen min ul İzen leannu إذن هذا تصرف غير صحيح لأنه هنن دخول للحديقة على الرغم من أنه ممنوع ولكن هنن منه دخلوا وأيضا صاروا يقوموا بشغلات غير مريحة للأطفال الآخرين يعني صاروا يزعجوا صاروا مزعجين للأطفال الآخرين مثل ما شفنا قعدوا على الإطلاع وانزل ما عاد ينزلوا أيون أينمالارنا إنجال أمشلاردر وأعاقوا الأطفال أنهم يلعبوا تمام أعاقوا لعب الأطفال. Yazar bekçiye neden hak vermiştir? El katib leş a'tal hak li el haris? Bireykun. Çünkü onun bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş. Lenni hay sarhatu kulliyata ve hay nidaat ma kanet ala el farig. Ma kanet al fadi yani. Her duduk çaldığında onları korkutmak için değil yani bikil renni lehey safra bikil sarha min safra ma kanet lehatta ihavufun tamam bir kutulu engel olmak için hiye kent min ecil menah şey seyye kutuluk şey tasarruf seyye çalıştığını artık daha iyi anlamış yazar abilunne hadel katibi li fihim hadel şey bişekil ceyyid أكثر تمام. إذا الكاتب بعد هذا التصرف فهم أكثر بأنه الحارس عم بيحاول أنه يمنع الشيء السيء وأنه كل صافرة هي ما لحتى تخوفهم لا لحتى يمنع الشيء السيء تمام. الإتكنيك الخامس عم بيقولونا الشاضة فيريلان هيكاية هاريطس يونتمني جوري ميتني تزوم لينز يعني حللوا النص على حسب اسلوب الخريطة الحكاية المعطى في الأسفل تمام. صهنة في زمان صهنة المشهد يعني فينا نقول المشهد والوقت. صهنة يعني هو المكان اللي حدثت فيه الحادثة مكان وين حدثت تشوكلارن أوين أوينادكلاري باركتا بالحديقة اللي كانوا عم يلعبوا فيها الأطفال. زمان الزمان زمان بليرسز الوقت غير محدد يعني بيقولوا لنا اولاي نريد ان زمان جيتيور يعني الحادثه وين باي مكان وباي وقت حدثت. اجابنا عن هالسؤال انا في ياردمجو كاركترلير يعني الشخصيات الانا الرئيسي وياردمجو المساعدي. هذا السؤال ممكن يجيكم بالامتحان يسالوكم عن الشخصيات الرئيسي والشخصيات المساعدين بالقصه. الرئيسي هي اللي المحور دار عليها فينا نقول هنن الابطال المساعدي هنن باقي الأشخاص اللي كانوا موجودين يعني عبروا لنا هيكاية دكي إنسان لار الناس اللي كانوا موجودين بالحكاية مين بيكتشي الحارس تشوك في كارديشي الطفل وأخو هدول أنا كاركتير يعتبروا شخصيات رئيسي. بارك تاكي ديال تشوك لار والأطفال الآخرين الموجودين بالحديقة ياردمجو كاركتير لير در هن يعتبروا شخصيات مساعدة. باشلانجج أولاي يعني حادثة البداية أولايين باشلانجج يعني بداية الحادثة بداية هاي kısa şu kanit çocukların bakta oyun oynarken bekçinin onlara bağırıp
çağırması, onları uyarması ve yazarın bundan mutsuz olmasıdır. كيف بديت القصة؟ بديت القصة هن عم بيحكوا لنا أنيتو هذا الحارس هن عم يلعبوا الأطفال بالحديقة. الأطفال هن عم بيلعبوا بالحديقة بيصرخ عليهم وبينبههم تمام ويارمك إنه تنبيه çağırmak هو النداء وبغرمك هو الصراخ. ولهذا الشيء يظهر بندم متسوز المصدر الكاتب من هذا الشيء كان غير سعيد يعني كان تعيس من هالشيء ومنزعج من هذا الشيء تمام. شفنا هيك كانت بداية القصة. بعدين عم يقولون البروبليم المشكلة هكذا حكاين يزلدو أولاي الحدث يلي كتبت حوله الحكاية. شو الحدث اللي خلوهم يكتبوا الحكاية؟ باركلارين جوفينلي سلامة الحدائق تشوكلارين كورالارين أويمسن الأنمي أهمية انسياق الأطفال للقواعد يعني أهمية تنفيذ الأطفال للقواعد. أو فينا نقول الحادثة اللي خليت هذا الشيء ينكتب يشو بيوك إكي تشوكون تهتري فالية إشغال إدب. يعني في عنا طفلين كبار بالعمر يعني في شف مثل ما شفنا هنين بعمر المراهقة 16-17 سنة تقريبا كانوا عم يحتلوا اللعبة تحتري فالية وديات تشوكلارين أوينهم الصناء إذن فيرميميسي ما كانوا عم يسمحوا أم يعطوا إذن للأطفال الآخرين إنهم يلعبوا. هاي بداية القصة تمام. مثلا عم بيقولولنا 50 بروبليم تشوزمي تشبسلري تمام. فينا نقول ان هاي مقترحات حل المشكلة. بيكتشنين دودونون تورمسي تشوكلارين بيكتشي سيسلين مليري يعني الحارس يصفر بالصافرة و الأطفال بينادوا للحارس. هاي فينا نقول مثل المقترحات يعني لحل المشكلة. سنوتش النتيجة شو كانت؟ بيكتشي صاغي ديولمص الشعور بالاحترام تجاه الحارس بيوك تشوكلارين باركتان كاتشمالاري هروب الأطفال الكبار من الحديقة مثل ما شفنا لما صرخ الطفل صوت هدوك التانيين هربوا خافوا وهربوا. تشوكون باركتان نصي الدوران المص جريكتيني أورين ميسيدر وأيضا الطفل اتعلم كيف من الضروري انه يتصرف هو بالحديقة تمام. اتعلم يعني كيف لازم يتصرف بالحديقة. السؤال السابع أنا فكر شو هي الفكرة الرئيسية إشين يابمايا شالشان هيركسي صاغي جوسترين مسين إظهار الاحترام تجاه الجميع الذي يقوم بعمله تمام. إذا هذا أي شخص عم بيحاول إنه يقوم بعمله نحن لازم نحترمه. باركلاردا نصر دوران المصر جريكتي وشو من الضروري إنه شيء نتصرف بالحدائق. أو فينا نقول أنا فكر إنسان لارين بزم هشموزا جتميان بعض دورانشلاري aslında bizim iyiliğimiz için olabilir. Yani bazı tasarrufat yalli nihna ma min habbeza ve ma min habba min nas fehiyye bil asıl mümkün ennu tkun la şey yani hasen min ajilna tamam. İzen mitl ma şifna el katib mesela kan munzaj min el من الحارس ولكن هذا الشيء طلع كلياته من أجله. هذه التصرفات اللي عم يتصرفها الحارس من أجل مصلحة الأطفال. هلا عنا النشاط السادس aşağıdaki bölümleri metinden hareketleri doldurunuz. Yine hey aksam mevcudi fil esfel emle uve yine filan ul bil istintaj minan nas. Çocukların barkta yaşadıkları sorunun müşkili yeli aşuval atfal fil hadika. Şu hiyi bihtisar tahtiri valiye benimimeleri. Adem rukubuhum ile el tahtiri valiye ile il itlavul enzil. Fikon tukbu unnitu kan fi veledeyin bihadel amur metil ma ketubu hunnin bittafsil. Ihtellu il itlavul enzil ile meddit nus sa'a. ما كان عم بيخلوا حدا يطلع وإلى آخره تمام. نديني شو كان السبب؟ يشو بيوك إكي تتون güçlerini kullanarak buna izin vermemeleri. Yine kan fi tıflin ikbar bil amr kanu ma am yatuun izin am istekhidmu kutun ma am yatuun il izin lailun innun taban yilabu fina nqul tamam kanu am yihirmuun min haqqun bil laib. تزم أنيرم مقترح لا الحل مقترح يعني أنا للحل أنيرم هو المقترح تزم الحل بشكل دي كرالري جينيان تشوكلارا جريكان جزالارين verilmesi باركلارين daha güvenli halde getirilmesi
إذن منقول إنيتو بهذا الشكل هدول الأطفال يلي عم يمضغوا الحقوق. هوني كورالرا تينيان يعني عم يمضغوا القواعد فينا نقول، أو يعني عم بيدوسوا على القواعد. تين ما بتجي معنا أيضا مضغ العلكي هذا الفعل، تمام؟ إذا عم يهضمون الحقوق فينا نقول، أو عم يهضمون القواعد. هدول الأطفال لازم ينعطالن جزا، يعني لازم يتعاقبوا، تمام؟ وأيضا مقترح تاني إنه الحدائق يجعلوها أكثر أمن وأكثر انضباط، وأيضا بيوكليردان يردم استماك طلب المساعدة من الكبار. أيضا هذا حل، إنه الصغار ممكن مثلا الطفل أحسن مثلا لو يجيب أمه معه أو أخوه الكبير معه على الحديقة. النشاط السابع بيقولوا لنا الشادكي جملة بوش براكلان يلري أورنكتكي يبي تمام لينز، يعني بالجمل الموجودة في الأسفل أكملوا الأماكن المتروكة فارغة مثل المثال. مثلا ilk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli duduk çalıp duruyordu. أميرون أنيتو بالأيام الأولى مثل ما شفنا الكاتب قال بكتي أمجيال هذا العم الحارس شوك كزيوردوم، كنت كتير بعصب منه يعني چونكو لأنه سوريكلي باستمرار دودوك طلب دوريوردو، يعني كان دائما عم بيوقف هو وعم بيصفر بالصافرة، تمام؟ باركا جتميك زوروندا قادم چونكو، يعني أنا بقيت مجبر على الذهاب إلى الحديقة چونكو أنم چوك إصرار إتمشت، أمي أصرت كثيرا مثل ما شفنا حسب ما نذكر بالنص. كارديشيمي زور زبط اتم چونكو، يعني أنا بصعوبة بالغة ضبطت، يعني فينا نقول أو منعت أخي چونكو إلي دي تحت ريفالي بنجيم دي تتور مشتو، يعني لأني أنا كنت رح أركب على هدول الأطلع وإنزل، هيك أنا لهيك أنا كنت ضابطه، تمام؟ يعني موقفه فينا نقول حسب ما ذكر بالنص. تهتري فالي كويروندا بيزي بير تورلو سرا جيل ميوردو، يعني نحن بزيل او بدور هاي اللعبة الدور بيزي لان هير بير تورلو سرا جيل ميوردو، ما كان رح يجينا الدور على اي حال، يعني مستحيل كان يجينا الدور ولا باي حال من الاحوال. چونكو شفنا ليش؟ لاني ديلي كانلو denilecek yaşta iki erkek çocuğu, yani kan fi tıflen şabab etnen bi amrın murahaka tahtere valiye yarım saattan beri işgal ediyordu. Kan am ihtellu hay illa'bi minzu nısıf sa'a, tamam? Ve hey kan marah yiyon iddor ebeden. خلاص قاعدين هدوك ومستقرين. بكتي أمجاي أرتك سيفمي باشتادم چونكو، لأن هلأ من بعد هلأ بلشت إني حب هذا العم الحارس چونكو أنون بغرب تغر مظري بشنا ديين مش، لأني هاي صراخات ونداءات وكليات ما كانت على الفاضي. هاي دودوك تاضيين دا بزي كوركوتمك إتين ديين، يعني بكل فينا نقول صفرة من الصافرة لم تكن بزي كوركوتمك إتين diye ليست من اجل اخافتنا، يعني تمام بير كوتولوي انجل اولماك اتشين مش، يعني كانت من اجل منع شيء سيء. هون عندنا ايضا كمان بكتي امجا سوريكلي دودوك تشاليوردو چونكو، انه هذا العم الحارس كان دائما عم بيصفر بالصفاره، فينا نقول باركن جوفينليني سالمايا شالشيوردو، باختصار بدل كل هدول فينا نقول لاني كان عم بيحاول انه يامن سلامه الحديقه. الاتكليك الثامن هو مثل نشاط تقريبا، انا حللت لكم اياه مثل ما شايفين هون، انتو فيكم تاخذوا الحل فيكم تطلعوا لي لحالكم، انا رح اشرح لكم اياه وما رح نقرأ حله، تمام؟ Barktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce barkta neler yaşanırdı؟ يعني برأيكم انتو لو هذا الموظف الموجود الموظف الحارس موجود بالحديقة لو ما كان عم بيقوم بعمله يعني بأفضل شكل، لو وظيفته ما عم بيقوم فيها بالشكل الأفضل، شو كان ممكن يصير بالحديقة؟ تمام؟ بكونوا hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız، يعني انتو خلال حول هذا الموضوع تشاركوا مع أصدقائكم بأفكاركم ومشاعركم، تمام؟ هوني هاي مثل ما انا شايفين الحال فيكم توقفوا الفيديو وتشوفوا، تمام؟
الإتكليك التاسع هذا مهم كتير بخص النقطة، لما إشارة لري علامات الترقية متحديدا بخص الطرنك إشارة تي يلي هي علامة فينا نقول النب القوسين، تمام؟ هدول هيك هاي بنسميها طرنك إشارة تي. لتندان ألنان الشادكي جملة أكونوز، اقرأوا هاي الجملة الموجودة في الأسفل المأخوذة من النص. سيجي بو جملة دي ترنك إشارة هانجي أماتشلا كولانılmış olabilir برأيكم، يعني إشارة القوس المحطوطة بهي الجملة بأي هدف تم استخدامها؟ أتشكلينز وضحوا يعني برأيكم ليش استخدمناها هون إشارة القوس. دكاتلو أولون كونوا منتبهين، أستنزو باشنزو كيلتمين، ما توسخوا راسكن وملابسكن. أستنزو يعني هي الشيء يلي فوقكن، يعني الشيء يلي لابسينه، تمام؟ دي سكي سكيا تنبيه اتمشت، هيك كتير مرارا وتكرارا نبهتنا. عم يحكي الكاتب عن أمه أنه هيك نبهتن. ليش حطونا ياها ضمن طرنك إشارة تي؟ ليش؟ لأن هذا كلام منقول، كلام شخص آخر. فإذا منقول başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz için kullanılmıştır. يعني استخدموها من أجل كلام منقول، تمام، من شخص آخر أو من كاتب آخر، تمام؟ فلهيك مو الكاتب يلي قال هالكلام، أمه يلي حكته، هو نقل الكلام فحطه ضمن الطرنك إشارتي، تمام؟ لما بننقل كلام بنحطه ضمن الطرنك إشارتي. عم بيقولولنا هلا أشادكي جملة ليردي طرنك إشارتين كولانم أماتشنو إشارتينز، يعني بالجمل الموجودة في الأسفل أشير على هدف استخدام إشارة القوسين. Kabıyı görmedin mi oğlum? Ne diye duvardan atılıyorsun? Yani انت يا ابني ما شفت شيء الباب؟ تمام؟ ليش هيك عم تقفز من الحائط؟ مثل ما شفنا هيك كان عم بيقول الحارس للأطفال يلي بيقفزوا من الحائط، من الباب، عفوا يلي بيقفزوا من الحائط، بيقول لهم ما شفتوا الباب؟ ليش هيك عم تقفزوا من الجدار؟ إذا ليش هون استخدمنا هدول الطرنق إشارتين؟ بنقول استخدمناها başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz için kullanılmıştır. يعني استخدمناها لأنه هذا كلام مقول إما من كاتب آخر يعني أو من شخص آخر، تمام؟ فإذا كلام منقول بنحطه ضمن إشارة القوسين. طيب هون يني بير بارش تعرضو باشلدي، يعني بدأ فينا نقول هجوم سلام جديد. بارش تعرضو هون ليش استخدمنا هدول؟ özel olarak vurgulanmak istenen، özel olarak vurgulanmak istenen sözü göstermek için kullanılmıştır. Hon istihdamna min ajl izhar el kelam el murad et ta'kid alayhi bi şekil khas. Yani nahna min hay el cümle bi şekil khas bidna na'kid ala kelmet el barış ta'arruzu. Fa hattaynaha dım tırnak işareti la hatta nelfet el nazar alayya yani, tamam? Bugün öğrenciler kendi gök كوبيميز adlı şiir kitabını incelediler. يعني اليوم الطلاب دققوا بكتاب الشعر يلي حمل اسم كيندي جوك كوبيميز، هيك كان اسم الكتاب. فهون جملة içinde eserinin ve yazının adı ile bulun başlığını göstermek için kullanılmıştır. يعني هون استخدمناها من أجل إظهار عنوان قسم ما أو اسم كاتب أو اسم أثر، يعني اسم كتاب يوجد ضمن الجملة. لو عنا اسم كاتب عم بيقولولنا اسم كتاب، أو عنا عنوان ليه قسم ما بكتاب فنحن منحطه مثل ما شفنا ضمن طرنق إشارتي. يعني هذا اسم الكتاب، فلحتى نحدد اسم الكتاب حطينا ضمن القوسين، تمام؟ هدول ثلاث استخدامات للطرنق إشارتي. هون عنا الإتكنيك العاشر، Atatürk'ün vatanın en çok seven görevinin en iyi yabandır. Atatürk şu el, el inniyetu ekter şey bihab vatanu huvi yelli bikum bişekil ceyyid ekser la vazifetu. Yani yelli bikum bi vazifetu bişekil ceyyid huvi ekter şahs bihab vatanu. Sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp diyelendiriniz. Yani انتو من خلال ما بتستنجوا من هذا كلام أتاتورك، تمام، اتناقشوا بالصف بأفكاركم حول وعي الوظيفة، تمام،
وقيموا هذا الكلام. تمام، bu bilgiler işinden konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Yani اكتبوا فينا نقول في ضوء هاي المعلومات أفكاركم ومشاعركم الخاصة المتعلقة بالموضوع. إذن بضوء هاي المعلومات، يعني شو استنتجتوا من هاي المعلومات، اكتبوا أفكاركم ومشاعركم الخاصة المتعلقة بالموضوع. هون أنا كتبت لكم الجريف بيلينتشي، معلومات شو هو الوعي الوظيفي، كيف إنه الإنسان ينمي بيقوم بوظيفته بالشكل الأنسب، فهو بحب وطنه، محبة الوطن لحالة ما يكفي من دون العمل. فيكن أنتوا أيضا تاخدوا هذا الحل وتقرأوه، كتير سهل والكلمات كتير سهلين. تمام، هو أيضا مثل نشاط رح تقوموا فيه. لهون بيكون انتهى درسنا لليوم، وإن شاء الله بشوفكم بالدروس القادمة من دروس التركشي. السلام عليكم.